السلام عليكم اخواني، ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الفيديو ديال سبينينغ. بعض الاخوان ما فهموش الطريقه وداك الشيء. سبينينغ هو الجر، الصيد عن طريق الجر. كي كتشوفوا خاص تكون عندك واحد الموليني ديال 3000 ولا 4000، والخيط خصو يكون عندك لاتريس. هذا الخيط هو كنسميوه لاتريس. بالنسبه لاتريس خصها تكون ديمونسيون ديالها ما تفوتش 20 ديامتر ديالها. دابا هاد لاتريس هادي باغ اكزومبل هادي 16، كنعنيو بلاتريس الخيط. في العود السبيب هو راه الخيط مكون من 4 الخيوط ولا 8 الخيوط ولا 12 درجة الخيط. إذن كيكون الثمن ديالو شوية باهظ، ولكن باش مزيان لأنه تيخرج في الماء مزيان وصحيح وما كيتقطعش، ماشي بحال السبيب عادي. هذا هو هذا لاتريس. هنا كنجيو كنخلفو واحد كاما ونص ولا متر ونص، كنديرو السبيب عادي كنلاقيو كيف كتشوفو. هاد السبيب عادي كندير واحد النطاقة ديالو، لأنو هاد لاطريس غالبا ما كتقطعش، ولا وحلات في الحجر ولا شي حاجة صعيبة باش تجبدها، ولا تقطع لك الخيط كضيع في الخيط. إذا كندير واحد كاما ونص ديال السبيب زايد. ها هو هذا درت أنا ديال 35، ماركة مزيانة، ولكن الأغلبية الإخوان كيديرو 40، أغلبية ديال الصيادة الريس كيدير 40. إذا فيه كاما ونص متر ونص، هيا باش الملتقى ديالها لانترسيكسيون ديال لي دو فيه. هادي خاصها تكون تربط، وريناكم كيفاش تربطو في الفيديوهات اللي فاتوا. الخيط المهم كتجيب هاد الخيط هكذا بهاد الطريقة. هذا هو الراس ديالو باغ اكزومبل، كنجيو الراس. كاين بعض الاخوان كيصيدو بلا لا بومبيت، وكاين الاخوان اللي غيديروا لا بومبيت باش يتبان ليهم السبيب ديالهم ولا الصناره فين وصل في الرميه ديالو ولا في مكيلوح. راه كنربطوها بالخيط بهذه الطريقه هكذا. كاين اللي كيقلبها لهكذا، انه ملي كدير في الاتجاه هكذا كتخرج كتجي عندك كتجاوب معاك دغيا، ملي كدير هكذا كتكون ناقصه شويه في الحركات ديالها. اذا كما قلنا دروس راه كنلصقو لا بومبيت ديالنا بهذه الطريقه هذه. كتحاول دير العقدات ديالك هكذا. من بعد هيا نعاودها لكم. كاين بزاف الطرق اللي كيقلب هكذا. اذا كنشد هذه الطريقه هذه وكنقلب هكا باش كتلصق لا بومبي ديالك، وتجيب الخيط شويه هكا فوالا، وكتلوي الخيط اللي بقى بالطريقه اللي قلنا 20 حتى 10 ديال الدورات فوالا. كنديرو كندخل في هاد العينينات الاولين السبيب ديالي هاد الطريف ديالي، وكنحاول ندخلو جهه اخرى باغ اكزومبل هنا. كندخلو هكدا، كنحاول نجبد هاي لا بومبي ديالي سقات. انت راه كتيقن من الدورة ديالك، واللي تعلمتي العقدات اللي تعلمتي في الدروس السابقة، هاي لا بومبي ديالك لصقات. هدا كتيقن واش العقدة ديالك مزيان ولا مزيانش. عندنا لا بومبي هاهي. إذا تيبقى لنا باغ إكزومبل نجمع السبيب ديالي باغ إكزومبل. هذا كي الماكينة كدور، ها الخيط كيتجمع فوالا هو كيتجمع. إذا حنا وصلنا لا بومبي هاهي، كيف قالنا هاهي لا بومبي ديالنا باغ إكزومبل. نحيد هاد الشوائك
هي القزبه ديالنا ركبناها، ها لا بومبيت اللي عندنا، السبيب وترقيعه ديالك هكذا. هنا اذا خد لصقو لي راكلو ديالنا، غندوزو للدار ديال لي راكلو. لي راكلو غادي تاخد بين الراكلوات وبين هادي باغ اكزومبل، غنديرو ديال هاد مالبورو. انا درت لها الطريقه هكذا، الراكلو شديتو حيت له الصناره اللي كانت فيه رقيقه ضعيفه ما عجبتنيش، خديت صناره اخرى اللي عندي هادي وركبتها فيه. وهنا درت له بهذه الطريقه، هذيك ملي كنبغي نبدل في البحر كتجيني ساهله. اذا كنربط كلي ولا كنربط هادي مع مع لا بومبيت ديالي. اذا هنا كندير واحد الخيط، الخيط خصو يجي من هنا لهنايا. هادي غادي ناخذو مثلا باغ اكزومبل، كاين بزاف ديال الطرق ما ناخذو الخيط باغ اكزومبل، ناخذو هذا 40 ولا 50، انا درت هذا 35. غناخذ واحد كاما ونص، علاش؟ باش هادي مي كتكون تعوم في البحر كتكون جاي كتجر، كتكون بعيدة من البومبيت، من هاد لابومبيت، باش الحوت ما يتخلعش ولا شي ما ديرونجيش الحوت. و او ميم طو راه كتبان لك. اذا كنشد الطريقة اللي بغيت، اي جهة بغيت ندير هكذا السق، ولا كندير الطريقة اللي درنا الاولى. المهم انا خصها تلصق هنايا، هذه الطريقة الاولى. فوالا ناخذ واحد العين من العينين هكذا، فاصو غندير لكم واحد الدرس ان شاء الله قريب. ان شاء الله غادي نمشي لاوشتام نواحي الشمال، الشمال، باش ندير واحد الدرس صغير على في البحر. ترقبوا معايا الفيديو اللي جاي ان شاء الله، غيكون في اوشتام، غندير شويه ديال البراتيك، غنضرب شويه على الدرعي، شويه ديال على السيبيا بعد. اذا كنجر بدا ها هما كيدان سدال، كنجرب شويه كنعاون يدي هكذا. المهم الطريقه راه عارفينها نتوما ولا كشتوها في فيديوهات اخرين، باش كيلصق هذا هكذا. اذا كنقطع الطرف اللي زايد كيف لي شياطه ولا لي ريست ديال عندي هنا طرف كنشد، ها هي كنعبر متر ونص. فوالا كنقطع، كنقطع من هاد الجهه وكندير ميدوار ولا هذا، حتى هو نفس الطريقه راك عارفين كيفاش تربطو. غتمشيو نفس المنوال هكدا، هيدا كتربط ميدوار ديالك. ميدوار ديالك يساعدك ملي كتبغي تبدل الراكلوات، الراكلوات هو راهم هذوك الحوتات الاصطناعيين، هذوك هما الراكلوات. كتربط الخيط هكذا وتسد هكذا الواحد، والطريقة هكذا احنا ربطنا الراكلو تيقن من العقدة ديالك. انا درتها عقدة ساهلين ماهلين، عندي الخيط صحيح. اذا ها هي لابوم. اذا هنا خديت هاد مالبورو، هاد العفريته هادي مالبورو، كيضرب على الدري مزيان تجريب. هادي كنقولو حنا الراس ديال مالبورو اللي عندو كتشبه البكيه ديال مالبورو. انا في البحر كندير هاد الطريقه هادي وكنسد فوالا. اذا بهادي ملي كتسيري في البحر راه كتكون جايه هكذا، وعندك الصناره مزيانه، راه كيعض الحوت وكتشد الحوت ديالك. ومع الوقت راه غادي تتعلم، ونوريكم طريقه اخرى ان شاء الله في البحر ملي غنمشي لاوشتام، غنوريكم الطريقه هكذا كيف قلت. حيت هاد الصناره ملي شريت هادي، حيت هاد الصناره اللي كانت عندي كدا، ودرت صناره اخرى ديالي صحيحه وضرب على الحوت ان شاء الله بحول الله، وممكن بالجر غادي يكون كدا. وخص تعرف كيفاش تعوم، كيفاش تعوم هاد الراكلو ديالك ولا هاد السيليكونه ديالك. يمكن لك دير هادو ولا دير الانواع، وكتبدل على حسب المصيد، على حسب اللون ديال الماء، وكتشونجي كل ساعه كتشونجي حتى تعرف اش من حوت باغي ياكل. اذا